النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن الفنانة كاميليا وعلاقتها بالملك فاروق والسبب الحقيقي وراء مقتلها. هل هي فعلا ماتت في حادث طيارة قضاء وقدر، ولا ماتت متوصي عليها لأنها كانت جاسوسة مع الموساد الإسرائيلي؟ في الفيديو ده هتعرف الحقيقة كاملة مكملة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، عايزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل ما هو جديد. الفنانة كاميليا اسمها الحقيقي ليليان، اتولدت سنة 1919 من أم مسيحية مصرية كلاسيكية بس من أصول إيطالية، ومش معروف مين الأب لليليان. بس أول ما بقى عندها 17 سنة كده، أمها حبت تستعملها، حبت ان هي يبقى ليها مصدر دخل خاص بكاميليا، فشغلتها رقاصة في احد فنادق القاهرة في الوقت ده، واشتهر صيتها ولمعت انها نجمة رقص في مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل. فبدأت العلاقة ما بينها وبين الملك فاروق لما شافها مدير الترفيه للملك. الملك كان عنده شخص موظف كده مسؤول ان هو يرفه عن الملك، فدعاها ان هي تتناول العشاء مع الملك فاروق، وبدأت العلاقة من هنا. حبها حب جنوني الملك فاروق، وفضل وراها من حتة لحتة، خلاص ادمن كاميليا، وقال لها انا هتجوزك، وكان عايز يشتري لها قصر في جزيرة في اليونان، وحبها بطريقة لا تليق بملك مصر ان هو يتعامل بالتفاهة والحاجات الرخيصة دي. هو كان كده الملك فاروق. وبفكروني ان انا اعمل فيديو كامل مكمل كده عن حياة الملك فاروق، لان حياته مش كانت عجباني. فيقال ان كاميليا استدرجت الملك فاروق وخدت منه اخبار عن حرب 48 ونقلتها للموساد الاسرائيلي، فتعرفت وتعرف هنا المخابرات المصرية عرفت ان هي جاسوسة لاسرائيل. وعلى فكرة مش هي لوحدها اللي كانت جاسوسة في مصر للموساد الإسرائيلي، ده في كتير من اليهوديين المصريين اللي ما مشيوش من مصر وفضلوا في مصر ومش هاجروا لإسرائيل، اشتغلوا للموساد الإسرائيلي، فنانين كتير. وبفكروني برضو كعمل لكم فيديو عنهم. المهم سنة 1950 وقعت الطيارة المدنية، أول طيارة مدنية تقع لمصر سنة 1950 في محافظة البحيرة، ووقعت معاها واتفحمت الفنانة كاميليا أو ليليان. لقوا جثتها في قلب الصحراء، نصها متفحم والنص التاني موجود. دي قصة كاميليا. هي عملت 15 فيلم اللي اكتشفها المخرج أحمد سالم لما شافها بترقص في أحد فنادق القاهرة، فأعجب بيها وقال لها أنا هتعاقد معاكي ونعمل مجموعة أفلام. كل الأفلام اللي عملتها في مسيرتها الفنية 15 فيلم. ويقال أيضا إن الفنان رشدي أباظة كان على علاقة عاطفية بيها كبيرة جدا، وده سبب الخلاف ما بينه وما بين الملك فاروق. إحنا كنا في عصر يا جماعة يعلم بيه ربنا كان فساد الملك. يعني لما يكون ملك مصر ملك أكبر دولة عربية يروح للرقصات والغوازي، ما هي كده عايز إيه في البلد بقى؟ ثورة 52 كانت لابد إن هي تقوم وتطهر البلد من الأشكال اللي زي دي. هنعمل برضك حلقة تانية عن حكاية انهيار الملك فاروق وثورة 52. فديت القصة الحقيقية للفنانة كاميليا. هي ماتت في غموض، كل لحد الآن مش عارف هي ماتت قضاء وقدر ولا حادثة مدبرة. بس أنا في توقعي إن الحادثة مش كانت متدبرة ولا حاجة، طيارة وقعت. زمان مش كان زي النهاردة في تقنية جامدة بالشكل ده وتقنية حديثة، ولكن لحد الآن هو لغز إن المخابرات المصرية اللي موتوها ولا الموساد الإسرائيلي اللي موتها. بس الموساد الإسرائيلي هيموتها ليه؟ ألا إذا كانت نقلت أخبار من الموساد الإسرائيلي لمصر، ودي مستحيل
لأننا في الأساس اتهزمنا في حرب 48. يعني المؤكد إن هي نقلت أخبار من الملك فاروق لأنها كانت مقربة منه جدا جدا جدا، وهو كان عامل زي العيل كده وراها في كل حتة، ونقلتها للمسياد الإسرائيلي. ده حكاية الفنانة كاميليا اللي ظهرت في منتصف الأربعينيات وفضلت 5 سنين ولا 6 سنين، عملت 15 فيلم سينمائي كانوا كسروا الدنيا. في الوقت ده كاميليا كانت أكتر واحدة بتاخد أجر في الأفلام، كان أجرها عالي جدا لأنها بالفعل كانت جميلة جمال مش عند أي حد تاني. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل ما هو جديد ومفيد. أشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.